اهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة هنعمل شوربة سي فود تحفة جدا وسهلة جدا، ما بتاخدش غير 5 دقايق واقل كمان، ومكونات بسيطة. معانا الكيس السي فود، سواء بقى جايباه جاهز او اللي هو يعني مجمد، اللي بيبقى مجمع ده، او جايباه لو مثلا هتجيبيه ممكن مثلا ربع من كل حاجة. ومعانا جزر متقطع حتت صغيرة، وبصلة مفرومة، وثوم مفروم، وكوباية كريمة. لو مفيش كريمة يبقى كوباية لبن، ومعاها معلقة دقيق عشان تديها قوام حلو. ويدوب هما 3 معالق او 4 معالق صلصة وكرفس. هنبتدي بقى نحط السمنة، بعدين بصلة وثوم مفروم، بصلة مفرومة وثوم مفروم، هنقلبها لغاية ما لونها يبقى حلو بس يعني مش جامد. ولو جايبة الجمبري بقشره هتقشريه وهنحطه معاه عشان نعمل شوربة حلوة. لو بقى ما يعني مش بقشره ومقشر جاهز هتعمليه عادي كده. هنحط الجزراية، جزرة متقطعة، ولو في قشر جمبري او كابوريا، والكرفس. انا ما لقيتش كرفس فاضطريت ان انا احط بقدونس، بيبقى كويس برضو، بيديله طعم وكمان شكله بيبقى حلو في اخر في التزيين. هنوطي عليه تبقى النار هاديه خالص ونقلب. ممكن نحط ورق لوري لو حابين، مش حابين خلاص، يا ورقة او 2 بالكتير. هنحط بقى مية سخنة، هنحط لها سنة ملح وسنة كمون وسنة فلفل قليلين خالص عشان بس ما يبوظوش الطعم والفلفل ما يسودهاش. هنقلبها ونسيبها بس دقيقة كده تغلي، وبعدين هنحط السي فود. المكونات بقى بتاعتها بتبقى جمبري وكابوريا وكاليماري، وفلي وصدف البحر او بلح البحر. هنسيبها بس تغلي غلوة صغيرة. ولو انت جايبة مثلا الجمبري كان بقشر والحاجات ديت وقشرتيها وحطيتي القشر بتاعها، هتصفي المية ونقلب السي فود الاول، وبعد كده تتشيها وتحطي لها الميه تاني اللي صفيتيها. بس بما اني انا جايبه الحاجه يعني متقشره يعني وجاهزه ما فيهاش اي قش، فحطها في الميه على طول من غير ما اصفي اي حاجه لان هي ما فيهاش قش اصلا. احط لها بقى الكابوريا، بس اهم حاجه يا جماعه الحاجه دي تبقى منضفه حلوه قوي لان هي بتبقى فيها رمله كتير. هنخلي بس الفلي والحاجات دي للاخر لان هي بتبقى طري قوي وممكن يتهري. هحط بقية الحاجات، هقلب. ريحتها حلوة جدا، سيبها بقى شوية. بعدين انا سبتها هي دوب دقيقة لان هي ما بتاخدش وقت على النار خالص، نقي كده لون الجمبري وال الكابوريا بقت زي اورنج كده. هنحط لها بس طماطم تديها لون حلو قوي. بصوا بقت اورنج زي كده، بقت كويسة. هنحط لها بقى كوباية كريمة. لو مش عندك كريمة هنعمل ايه، هي كوباية لبن
وهندوب فيها معلقة واحدة دقيق تديها قوام حلو. بصوا يا جماعة الريحة بأمانة تحفة. وكده خلصت خلاص، ما خدتش دقيقتين في ايدينا، وفي نفس الوقت حلوة جدا ومفيدة وطعمها تحفة. بصوا يعني انا مهما حاولت اوصف لكم بحبها ازاي اصلا مش هعرف، بجد تحفة قوي. بصوا جميلة ولونها حلو. كده خلصنا، هغرفها بس وخلاص. ادي شكلها بعد ما خلصت، حلوة جدا، ما خدتش غير 5 دقايق. جربوها بجد هتعجبكم.